ده شيء اعتقد كل شبابنا الصغير اللي اتفرجوا عليكم كلهم شافوا 16 سنه بيعمل ايه، شافوا الكبار بيعملوا ايه، شافوا بنات بيعملوا ايه، اكيد ولد جواهم يعني ايه نادي اهلي، يعني ايه فانيلا حمرا، يعني ايه روح اللعب روح فانيلا حمرا. هو ده اللي دي رسالتكم لازم تحافظوا عليها ولازم تستمروا فيها، علشان هو ده اساس النادي الاهلي. ولكن خلاص احنا قلنا نلتقي النهارده عشان نشكركم على روحكم، نشكركم على ادائكم، نشكركم على تعو الاسره اللي انا شايفها ديت. حتى في الملعب في باسكت اتحط بيسموه ايه بقى اللي هو الدانك ده، لقيت الاحتياطي كله تحت الباسكت دي، حسيت ان الناس كلها قلب واحد، حتى اللي قاعدين بره كل الناس قلب واحد، كل الناس هو ده يا شباب الهدف، هو ده المكسب الرئيسي من البطوله، احنا بنقدم نموذج عامل ازاي. هنا بقى الناحيه الثانيه خلاص بطوله خلصت، في بطوله ثانيه كويس، هنا هيبان معدن اخر. احنا قادرين ان احنا ننافس بقوه وبشراسه على اي بطوله بنلعب فيها. انسى بقى المكسب، المكسب ده اللي حصل ده تاريخ واتحط في تاريخنا خلاص، لكن المستقبل اللي جاي هيبتدي النهارده، مستقبلنا اللي جاي هيبتدي النهارده. ناويين باذن الله نمشي على نفس النهج ده، ان شاء الله هنلاقي يعني اعتقد نتيجه ان شاء الله مبهره ونتيجه كويسه باذن الله. اكتر حاجه انا بشكركم واعيد شكري تاني ليكم، الاداء والروح القلب معنى في النار الحمراء هو ده اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. وسعدت جدا جدا كمان طبعا ان احنا عندنا شاب صغير، انا شفته 20 سنه على التلفزيون، قال له 20 سنه 18 سنه حاجه ما شاء الله، وكويس ان انت اديتهم فرصه، ده شيء كويس جدا باذن الله. انا بس يمكن بقول لكم مشاعر زمايلكم واخواتكم الكبار اعضاء مجلس اداره، وتقديرنا لمجهودكم الفتره اللي فاتت، وده ننساه علشان احنا خلاص دخلنا على البطولات الثانيه، فننسى الكلام ده على اساس ان احنا ان شاء الله اللي جاي خلاص هو دوت اللي احنا التاريخ اللي هيتكتب، مش تاريخ كتب خلاص، احنا في تاريخ كتب، التاريخ اللي هيتكتب محتاج مننا شغل كتير. كمان الحقيقه يمكن برضه من يعني ان شفت ان احنا عندنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله في المستقبل، مش بس لاعبين ومدربين، اعتقد ان احنا عندنا مدربين ان شاء الله يكونوا يقدموا حاجات كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. في لعيب كان عندنا مصاب، ما اعرفش اخباره بقت عامله ايه. ايه يا كابتن، ايه الاخبار؟ كويس؟ في حاجة يا كابتن؟ كابتن جاب في حاجة؟ لا يعني عملت له إشاعة وبتاع بس، لكن مفيش عمليات الحمد لله. ألف سلامة عليكم، ألف سلامة. وبرضه نفس الكلام لما أصيب زميلكم، أعتقد إن مشاعركم كلها وحتى المدربين بتوعكم كانوا اتنقلوا، يا جماعة الأسرة دي والعيلة دي هو ده أساس النادي الأهلي. أرجو إن إحنا نحافظ على الروح الموجودة دي باستمرار إن شاء الله. بشكركم جدا، ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون برضه ليكم باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا يا شباب، ممكن بقى ناخد صوره سوا لو سمحت. الطبيعي بتاع النجم الكبير رئيس النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب دايما بيتكلم عن قلب النادي الاهلي، بيتكلم عن روح النادي الاهلي، فنانه النادي الاهلي، عيله النادي الاهلي، الحاجات اللي هي شكل الاهلي. قبل ما يتكلم عن فنيات وقبل ما يتكلم عن حاجات محفزه للاعبين، بيتكلم عن بطولات خلاص بطوله وخدناها، دايما بيتكلم عن قبل كده. قبل كده الكابتن محمود الخطيب قال، قلت لكم قبل كده لو تفتكروا في احد مؤتمراته، بيتكلم عن كاس العالم للانديه وكان تخطى الكاس الافريقيه، دايما بيبقى طموحاته بعيده شويه. ده الكابتن محمود الخطيب ودي كانت كلمته لفريق كره السله. كابتن ابو مسلم، انجازات في النادي الاهلي، انت عارف طبعا انت عشت النادي الاهلي وكان عندك كمان تجربه ناجحه في فرنسا 5 سنين، اكبر او اطول محترف مصري في فرنسا اعتقد. زي ما انت قلت يا ميدو، اكيد النادي الاهلي دي الواحد اتربى في النادي الاهلي وجوه كيان من عندي 8 سنين، مقام كان مدرجات التتش دي كانت لسه ملاعب خماسيه صغيره، فالواحد اتربى في النادي الاهلي كتير وكان موجود فترات كتير، انجازات كتير. وفي العصر احنا كنا بنتكلم فيه اللي كنا موجودين فيه من اول 99 لحد 2009 و2000، الحاجات دي كلها كانت البطولات، النادي الاهلي كان مكتسح.
فطبيعي اللي انت ده مش غريب. الكابتن خطيب طبعا قيمه كبيره, فاكيد هو عارف احسن حاجه النادي ايه ومصلحه النادي ايه بالظبط. فطبيعي اللي انت لازم كل فتره لازم تعمل تجديد ولازم تعمل يبقى لك رؤيه واضحه في الفتره اللي جايه. طبعا طبيعي. هسالك في حاجه, يعني الشغل بتاعك دلوقتي في منتخب القاهره بمسلم, قول لي طموحاتكم ايه؟ قبل طموحاتكم قول لي خططكم ايه مع هذا الفريق؟ والله زي ما قلت لك لما اتكلفنا بمجلس اداره مثلا بتاع منطقه القاهره كابتن حماده الشربيني وكابتن محمد حشيش ومجلس اداره كابتن ايمن حسان وكابتن احمد, الناس كلها طبعا عشان ما انساش حد, وكابتن طارق, احنا بقى لنا فتره بنشتغل ميدو من اول الساعه 7:30 الصبح يوم الجمعه والسبت, بنعمل تصفيه وبنعمل انتقاء للاولاد الموجودين. فاحنا خدنا مثلا كل الانديه الموجوده كلها اللي هي في الدوري اللي هي السوبر اللي شغاله فيه, فاشتغلنا فيه الفتره اللي فاتت كلها مثلا من 120 ولد صفينا مثلا 45 ولد دلوقتي. دخلنا على المجموعه البي اللي هي 2006 برضك بي نفس الكلام صفيناها كلها, طلع منهم عدد قليل اللي هو مثلا 5-6 بالظبط. فاحنا بنعمل انتقاء طبعا وبنعمل الفتره اللي جايه عشان في زي ما قلت لك اهم حاجه يكون عندك ميدو, قلنا من اول الطريق اللي انت يكون عندك بلان طويل اللي انت تقدر تعمل الشغل بتاعك على المسافه الطويله بالظبط. هم عندهم في بطولات جايه وفي بيخاطبوا منتخبات تانية موجوده زي ما احنا كنا زمان بنطلع منتخب الجيزه كان مثلا بيطلع المغرب, احنا السنه دي هم عندهم كل سنه بيعملوا بطوله بتاعه 2005 السنه دي اليابان, فهم بيعدوا السنه دي 2005 واحنا السنه اللي بعديها, فسنه بيديك سنه تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل الانتقاء الموجود في الاولاد. وشايفين 2006 انا شايف في اولاد مميزه جدا, في ناس عندنا ناشئين كتير جدا وعندنا مواهب كبيره جدا مميزه كبيره جدا, بس اللي يقدر يطلع الناس دي لازم تبقى عندك الجراءه. انت بتشوف يعني احنا لما تيجي تنتقي اولاد اختبار ان الاهلي ام بي مقاولين, اتكلمنا انا ومهندس احمد عاد بصراحه كان حلقه جميله جدا, اتكلمنا ان انت بتنقي ناشئين كتير قوي وبتنقي لعيبه كتير قوي وبتبقى خايف تقول لواحد شكرا عشان شايف ان هو يبقى لعيب كويس. يعني لما مثلا النادي الاهلي بينقي مثلا مش اقل من 150 واحد تمام, ما انا بقول لك ام بي نفس الكلام, بس بعد كده دول بيروحوا فين ما تعرفش. ما بص يا ميدو خلي بالك برضك اللي انت مثلا النادي وجماهيريته وحجمه بيختلف مين لعيب من لعيب. يعني مثلا النادي الاهلي كل سنه مثلا في اختبارات النادي الاهلي بيجي له مثلا فوق نقول 30 مليون 40 مليون مثلا اختبارات, صح؟ كتير بيجي له كتير جدا. لما بينتقي مثلا بيطلع منهم مثلا 80 90 120 فلازم 120 بيكون جامدين جدا. لازم الفتره ديت لازم تعمل, كان مثلا موجوده زي ما بقول لك كان موجود في دجله مثلا حاجه اسمها جي ام جي, دي مثلا 20 ولد او 25 ولا 30 ولد بالظبط